بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي في مادة العلوم الفصل الدراسي الأول، وفي درس جديد بحول الله. اليوم سنتكلم فيه عن الحركة والإحساس. هذا العنوان موجود ضمن عنوان أكبر، هو عمليات الحياة في الإنسان والحيوان. سبق وتكلمنا عن جزئيتين، الجزئية الأولى كانت تتعلق بالهضم والإخراج، والجزئية الأخرى في هذا الدرس كانت تتكلم عن التنفس والدوران. واليوم نكمل بقية هذا الدرس إن شاء الله بالحركة والإحساس، الحركة والإحساس في الكائنات. بمشيئة الله في نهاية هذا الدرس بإمكانكم إن شاء الله أن تستطيعون وصف عملية التنفس والهدف منها، وأيضا تستطيعون توضيح عملية الدوران والهدف منها في المخلوقات الحية، وكذلك تستطيعون وصف أجهزة الإحساس والحركة في الكائنات الحية بشكل عام. كما تلاحظون في عنوان الدرس اليوم الحركة والإحساس، تأمل الصورة قليلا ودعونا نطرح السؤال التالي: يستطيع طائر الببغاء الطيران لمسافة تزيد على 700 كيلو متر يوميا؟ 700 كيلو متر مسافة طويلة، يعني ممكن نستغرقها بالسيارة في حدود 6 إلى 7 ساعات عشان نقطع هذه المسافة. لكن لماذا طائر الببغاء يطير هذه المسافات؟ طبعا للبحث عن الغذاء، لكن السؤال: ما الذي يحرك أجنحته؟ ما الذي يجعل هذه الأجنحة أن تتحرك لكي يقطع هذا الطائر تلك المسافة 700 كيلومتر؟ طبعا الأجنحة هذه علشان تتحرك لابد يكون في جسم الطائر شيء ما يساعده، فما الذي يساعد الطائر على الطيران؟ أو ما الذي يحرك الأجنحة لهذا الطائر أو الطيور بشكل عام؟ يلا ساعدوني في الإجابة. شيء اللي موجود في جسم الطائر له قدرة على تحريك الأجنحة إلى أعلى وإلى أسفل. لابد أنكم توصلتم إلى إجابة. ما الذي يجعلك أنت تستطيع تحريك يدك إلى أعلى وإلى أسفل؟ ما الذي يجعلك تستطيع رفع بعض الأثقال الخفيفة؟ طبعا تقول ترفعها مثلا باستخدام اليدين، أنا ما سألتك عن الاستخدام ماذا تستخدم، لكن ما الذي يجعل يديك أن تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل؟ أكيد أنكم وصلتم إلى إجابة. الإجابة لأن في جسمك جهازين متخصصين في الحركة. الجهاز الأول نسميه الجهاز الهيكلي، الهيكلي. وأول ما نسمع بكلمة الجهاز الهيكلي يتبادر إلى ذهني وذهنك الهيكل العظمي أو العظام. إذن العظام لها دور كبير جدا في عملية حركة أجزاء أو بعض أجزاء الجسم زي القدمين واليدين. الهيكل العظمي يدعم الحركة في جسم ذلك الكائن الحي. كمسمى احنا سميناها الجهاز الهيكلي ولم نقل العظمي، لأن الجهاز الهيكلي يضم أكثر من عضو غير العظام. على سبيل المثال لو رأيت إلى جسمك وبالتحديد في عظمة الفخذ، تجد أن عظمة الفخذ مرتبطة بعظمة الساق. السؤال الآن: العظمتين منفصلتين عن بعض في مكان اسمه المفصل، احنا نسمي عندنا في جسم الإنسان الركبة. لاحظ عظمة الفخذ منفصلة أصلا عن عظمة الساق، لكن ما الذي يجعل العظمتين مربوطة في الركبة؟ إنه جزء من الجهاز الهيكلي. ما اسم هذه الأجزاء؟ يلا خلينا نجيب مثال على ركبة الإنسان ونتعرف على بقية أجزاء الهيكل
أو الجهاز الهيكلي. يا سلام، يلا هذا الركبة اللي هي عظمة الفخذ، وهذه عظمة الساق، كلها على مسماها نسميها الركبة. مما يتكون إذن الجهاز الهيكلي؟ الجهاز الهيكلي يتكون من عظام، زي ما قلنا هذه عظمة الفخذ، هذه عظمة الساق. طيب إيش اللي يخلي العظمتين متقاربتين من بعضهما بشكل دائم؟ لأن هناك شيء اسمه أربطة. هذه الأربطة واضحة، هذه اللي باللون الأبيض، لاحظ هذا رباط يربط العظمتين ببعضها البعض. إذن بالإضافة إلى وجود العظام، هناك أربطة تربط العظام مع بعضها البعض، وكذلك أوتار. أوتار. إذن الهيكلي أو الجهاز الهيكلي يتكون من ثلاثة أقسام، هي العظام والأربطة والأوتار. علشان كذا ما نستطيع القول بتسمية هذا الجهاز بالجهاز العظمي فقط عظام، وإنما هناك ما يربط العظام، هي عبارة عن أربطة وأوتار. طيب في فرق بين الأربطة والأوتار؟ نعم، اللي يربط عظمة بعظمة زي هذه، هذه نسميه رباط، عظمة بعظمة. أما الأوتار هي التي تربط العظام بالعضلات، العظام بالعضلات، هذا بالنسبة للأوتار. الأوتار تربط العظام بالعضلات، أما الأربطة فهي التي تربط عظمة بعظمة، عظمتين مع بعض، عظمة الفخذ وعظمة الساق مرتبطتين مع بعض بأربطة. أما الأوتار زي ما ذكرت فهي التي ترتبط بالعظام وكذلك مع العضلات. ما فائدة الجهاز الهيكلي العظمي هذا، أو الجهاز الهيكلي إيش فائدته؟ يعني إيش دوره في جسم الكائن الحي؟ وظائف الجهاز الهيكلي. أولا، من وظائف الجهاز الهيكلي أنه يحمي الأجزاء الطرية في جسم الكائن الحي. على سبيل المثال لو تكلمنا عن الإنسان، فهو يحمي القلب والرئتان والدماغ. على سبيل المثال لو جينا إلى الرئتين، احنا نعرف أن الرئتين والقلب موجودة في الصدر، هذه أجزاء طرية في جسمك اللي هي الرئتين والقلب، وأعضاء جدا مهمة. علشان أنها مهمة، الله سبحانه وتعالى خلق لها حماية من خلال القفص الصدري أو عظام القفص الصدري. لاحظ عظام الصدر تحيط بالرئتين وتحيط بالقلب لحمايتها، لأنها مهمة. وما ينطبق عليها ينطبق أيضا على الدماغ، الدماغ اللي موجود في الرأس. ما اسم العظام الذي يحيط بالدماغ؟ طبعا أكيد أنكم عارفينه، عظمة صلبة. يلا كل واحد يشوف في رأسه ما اسم العظمة الصلبة هذه اللي تحيط بالدماغ. العظمة الصلبة هذه سميناها، يبدأ اسمها بحرف جيم، حرف الجيم، جمجمة. جمجمة. إذن عظام الجمجمة يحيط بالدماغ. الجمجمة وعظام الصدر هي جزء من الجهاز الهيكلي، جزء من الجهاز الهيكلي. مرة ثانية قلنا الجهاز الهيكلي يضم ثلاثة أشياء، العظام والأربطة التي تربط عظمة بعظمة، والأوتار التي تربط عظمة بعضلة. أيضا هناك فائدة أخرى لجهاز الهيكل العظمي. سبحان الله، شوف الصورة هذه مع بعض. إيش الوظيفة الأخرى؟ يعطي الجسم شكله العام. يعني لاحظ شكل الهيكل العظمي في الأرنبة، العظام على شكل الأرنب، هل يشبه الهيكل العظمي، الهيكل العظمي في جسم الإنسان من حيث الشكل؟ لو كان الهيكل العظمي لدى الإنسان مثل الهيكل العظمي في الأرنب، لكان شكل الإنسان مثل شكل الأرنب، والعكس صحيح. أنا أقول يتشابهون في التركيب، لكن أتكلم عن الشكل. أنا أقول هنا يعطي الجسم شكله العام. طيب لو حد سألك سؤال، ليه شكل الأرنب يختلف عن شكل الجمل؟ إيش الإجابة؟ بقول والله سبب الاختلاف في الشكل يعود إلى اختلاف شكل الهيكل العظمي العظام.
إن شاء الله تكون الصورة كذا واضحة. طيب الآن لو سألنا سؤال آخر، العظام هذه اللي موجودة في جسم الكائن الحي، لاحظ مثال، موجودة عندي هنا في اليدين وأيضا موجودة في القدمين، من الذي له القدرة على تحريكها؟ يعني الأرنب هذا كيف يستطيع تحريك العظام الموجودة في اليدين والرجلين؟ لابد من وجود جهاز آخر يساعد تلك العظام على الحركة. نبدأ اسمها بحرف العين، ونتمنى أن تكون موجودة هذه عندنا بأحجام كبيرة. اسم الجهاز العضلات، الجهاز العضلي، يا سلام عليكم. إذن العظام مرتبطة مع العضلات، من يقول لي من خلال أربطة ولا أوتار؟ يلا لعلكم تتذكرون، عضلات الجسم مرتبطة مع الهيكل العظمي أو مع العظام بأوتار. أوتار، الأوتار هي التي تربط العضلات بالعظام. خلينا نشوف الأوتار ونشوف كيف العضلات تساعد الهيكل العظمي في الحركة. يعني لاحظ الهيكل العظمي مع الهيكل العضلي اثنينهم يشتركون في عملية الحركة. يعني لو تخيلت جسمك بدون عظام لن تستطيع العضلات أن تحرك جسمك بشكل صحيح. ولو كان العكس، جسمك فيه عظام بس بدون عضلات لن تستطيع رفع تلك العظام. يعني العظام، خلينا نقول عظام اليد، لو يدك ما فيها عضلات، فيها عظام لكن ما فيها عضلات، لن تستطيع رفع اليد، لأن العضلات هي التي تحرك اليد من خلال مساعدة العظام. نشوف مع بعض، يلا شوف العضلات الآن. لو شفت ذراعك أنت الآن، عندك عضلتين، عضلة علوية اللي ممكن احنا نسويها بعد ثانية الذراع، وعضلة سفلية. العضلتين هذه سبحان الله لها قابلية على شيء اسمه انبساط وانقباض. يعني عضلتين، لاحظ معي، منفصلتين، عضلة علوية اللي هي هذه وعضلة سفلية. إذا كانت العضلة السفلية هذه منقبضة تكون هذه عكسها منبسطة، ويحدث العكس عندما تحاول رفع يدك، هذه تنقبض بالشكل هذا والعضلة السفلية تنبسط. حاول تجرب الآن في يدك ما دام انك تستمع إلي في هذا الدرس، وانظر للعضلة العلوية وكذلك العضلة السفلية. عند رفع الذراعين واحدة تنبسط والأخرى تنقبض، وعند حدوث العكس اللي كانت منقبضة تنبسط واللي كانت منبسطة تنقبض. لاحظ اتجاه الآن الأسهم، هذا يحاول لرفع الحديد، تجد أن العضلة هذه هي التي تتولى عملية الرفع. لاحظ العضلة هذه مرتبطة بوتر اللي باللون الأبيض هذا مع العظام، مع العظام. لاحظ الوتر هنا اللي باللون الأبيض، شوف الأوتار موجودة في نهاية العضلات. الأوتار هذه من خلال العضلة مرتبطة بالعظام، فعندما تنقبض العضلة الوتر هذا المرتبط بالعظمة يرفعها إلى الأعلى. يعني الأوتار تربط بين العظام والعضلات، إذا انقبضت العضلة الوتر يبدأ في رفع العظم إلى أعلى، وكذلك في حالة إنزال الحديد إلى الأسفل تنبسط هذه العضلة، بينما تنقبض هذه العضلة والوتر اللي موجود يسحب اليد إلى الأسفل. إن شاء الله أكون قد وفقت في هذه النقطة، فهمتوها مرة ثانية. هناك زوج من العضلات، يعني نوعين تقومان بعمل عكس البعض، إذا انبسطت واحدة تنقبض الأخرى والعكس بالعكس. طيب عشان أكون متأكد، نسأل السؤال التالي، اختبر نفسك. العضلات التي تحرك أصابعك، هذه الأصابع، العضلات اللي تحرك الأصابع هذه موجودة في ذراعك، موجودة هنا. السؤال الآن، كيف تستطيع أصابعك أن تتحرك؟ العضلات ما هي موجودة في أصابعك عشان تحركها، العضلات موجودة في ذراعك، فكيف تتحرك أصابعك؟ كيف تستطيع أن تقبضها وتبسطها؟ شفت الصورة اللي في الوسط هذه؟ هذه تمثل العضلات.
لاحظوا الآن اللي يحركها مين؟ الأوتار. شوف الأوتار متصلة بالعضلات اللي في الذراع، من هنا وتر، وهذا أيضا وتر آخر، وهذه الأوتار متصلة بالأصابع. فإذا انقبضت العضلة اللي في ذراعك فإنها تشد الوتر، والأوتار هذه تبدأ تشد الأصابع، فتستطيع في هذه الحالة أن تحركها. يعني خلينا نشوف الإجابة مع بعض. تتحرك بواسطة الأوتار، العضلات في الذراع لكنها متصلة مع عظام الأصابع بالأوتار. عندما تنقبض العضلة اللي في ذراعك حتشد الأوتار، والأوتار متصلة بالعظام، تبدأ العظام في الحركة. إن شاء الله واضح النقطة هذه. طيب الآن انتهينا من الهيكل العظمي والعضلات، وعرفنا أن العضلات متصلة بالعظام من خلال الأوتار. عندما تتحرك العضلة المتصلة بالعظمة من خلال الوتر، تبدأ الوتر أو تبدأ الأوتار في شد تلك العظام أو في تحريك تلك العظام. ننتقل الآن إلى جزئية أخرى لها علاقة بال، يلا شوف المؤشر، بماذا؟ بالإحساس. الإحساس هذا يكون من خلال جهاز متخصص ومعقد جدا، بالذات في الحيوانات الفقارية. هذا الجهاز المعقد والمهم جدا والحساس اسمه الجهاز العصبي. بالنسبة للفقاريات، طبعا تعرفون ما معنى كلمة فقاريات، يعني التي لها عمود فقري، عظام الظهر نسميه عمود فقري. الجهاز العصبي في الفقاريات يشتمل على 4 أجزاء. يشتمل على الدماغ. وين موجود الدماغ؟ يلا تعرفون وين موجود؟ أكيد كلكم تعرفون، موجود في الرأس، وبالتحديد داخل الجمجمة. إذن الجهاز العصبي يشتمل على الدماغ والحبل الشوكي. وين موجود الحبل الشوكي؟ الحبل الشوكي هذا هو. خلينا ناخذ المثال هنا على الأرنب عشان نواضح. يلا هذا الدماغ موجود في الرأس. الحبل الشوكي، هذا الحبل الشوكي اللي موجود في العمود الفقري، يعني يمتد من هنا. لو حبيتم نرسم باللون عشان يكون واضح، أوريكم إياه. الحبل الشوكي، الحبل الشوكي موجود داخل العمود الفقري في الظهر. يلا هذا هنا الحبل الشوكي يمشي مع العمود الفقري. حتى يصل مع الدماغ اللي موجود في الرأس. وكذلك الأعصاب، وين الأعصاب؟ الأعصاب هذه تتفرع من الحبل الشوكي. يلا هذا عصب اللي باللون الأصفر هذه، وهذا عصب، لاحظ تتفرع إلى كل أجزاء الجسم. وأخيرا أعضاء الحس. ما المقصود بأعضاء الحس؟ يلا أنا هقرب لكم الإجابة شوي وأقول لكم. المقصود بأعضاء الحس الحواس الخمس. أحد يعرف الحواس الخمس وش هي؟ يلا حاسة، أذكر لكم واحدة أنا. يلا حاسة البصر عن طريق العين، وأيضا حاسة هذه شو اسمها، حاسة السمع، هذه ثنتين، هذه شو اسمها، حاسة الأنف، حاسة الشم موجودة في الفم اللي هو اللسان، حاسس محاسة الذوق، وأخيرا موجودة في الجلد حاسس محاسة اللمس. إذا عندي 5 حواس في جسم الكائن الحي نسميها أعضاء الحس: الجلد للإحساس من خلال اللمس، والأذن للسمع، والعين للبصر، والأنف للشم، واللسان للتذوق. كل هذه الـ4 الأشياء اللي هي الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب وأعضاء الحس داخل ضمن جهاز اسمه الجهاز العصبي. هناك جهاز آخر يساعد الجهاز العصبي، يؤازر في العمل، يعني يتمم له، متمم له. ما اسم هذا الجهاز؟ الجهاز هذا اسمه الجهاز الهرموني، أو نسميه جهاز الغدد الصماء. طيب وش فائدة هذا الجهاز اللي هو الغدد الصماء؟
يفرز هرمونات، هرمون. الهرمون هذا عبارة عن مادة كيميائية تفرزه الغدد في الدم مباشرة. مرة ثانية، الجهاز العصبي، هناك جهاز آخر يؤازره ويعمل معه ويساعده اسمه جهاز الغدد الصماء. ايش وظيفة جهاز الغدد الصماء هذا؟ يفرز هرمونات. فوش الهرمونات؟ الهرمونات زي ما ذكرنا مواد كيميائية تقوم هذه الغدد بإفرازها في الدم. مثال على ذلك البنكرياس في جسم الإنسان يفرز هرمون اسمه هرمون الأنسولين الذي يحافظ على نسبة السكر في الدم. فإذا كان هذا الهرمون ناقص أو نقص يصبح الإنسان في هذه الحالة مصاب بمرض كلكم تعرفون اسمه، يصيب الشيبان غالبا كبار السن، اسمه مرض السكر. السكر بسبب نقص هرمون اسمه هرمون الأنسولين. هناخذ مثال على هذا الهرمون ونرى دوره كيف يكون. يلا ركزوا معي شوي وافهموا القصة. لو افترضنا هذا الأرنب في الصحراء زي ما انتم شايفينه كذا، وفجأة رأى ثعلب. الأرنب هذا شاف ثعلب يريد افتراسه. ما الذي يحدث في جسم الأرنب الآن عندما يرى الثعلب؟ يلا ركزوا معي خطوة خطوة. طبعا كلمة رأى يعني استخدم عضو من أعضاء الحس عنده. ماذا استخدم؟ هل استخدم حاسة اللمس؟ طبعا لا، لأن لو كان يلمس الثعلب معناته خلاص وقع في الفخ. إذن ماذا تتوقعون؟ استخدم حاسة البصر. العين هذه أول ما أخذت صورة الثعلب على طول ترسلها للدماغ. العين ترسل إشارات للدماغ، الدماغ يفهم هذه الإشارة، يحاول يفهمها ويعرف وش هي. الدماغ إذا حللها على أن هذاك ثعلب يريد الافتراس، إيش يسوي الدماغ الآن؟ يصدر أوامر أو تعليمات. الدماغ يرسل أوامر أو تعليمات عبر الحبل الشوكي والأعصاب، يرسلها إلى مين؟ يرسلها إلى عضلات الأرنب وبالتحديد عضلات الرجلين واليدين. طيب العضلات إذا أوصلت إليها الأوامر شو تسوي العضلات؟ تبدأ بمساعدة الهيكل العظمي في الحركة أو الهراب. يلا عيد مرة ثانية. الأرنب عندما يرى ثعلب مثلا يراه عن طريق العين، العين ترسل إشارات إلى الدماغ، الدماغ أول ما يفهم هذه الإشارة على أن هناك خطر قادم أو ثعلب قادم، يبدأ الدماغ يرسل إشارات عبر الحبل الشوكي والأعصاب. الأوامر هذه تصل إلى العضلات، العضلات بمساعدة العظام تبدأ في الحركة، يعني بمعنى آخر يبدأ الأرنب في الهرب. هيا يلا ركزوا معي الآن. الثعلب الآن أو الأرنب بدأ يتحرك أو يجري بشكل سريع. إيش تتوقعون الأرنب؟ خايف ولا مو خايف؟ عندما يرى الثعلب أكيد يخاف. طبعا إذا خاف إيش يصير؟ يلا ركزوا معي. إذا خاف يأتي دور الآن الغدد الصماء. من ضمنها الغدد الصماء غدتين موجودة فوق الكلية، هذه كلية وهذه كلية اللي اللون الوردي، موجود فوقها غدتين باللون البرتقالي، وهنا واحدة ثانية. الغدتين هذه تفرز هرمون اسمه هرمون الأدرينالين. يلا ها، الغدة اللي موجودة فوق الكلية تفرز هرمون اسمه هرمون الأدرينالين. إيش فائدة هذا الهرمون؟ طبعا يتم إفرازه في الدم مباشرة. إيش فائدة الهرمون هذا اللي يفرز في الدم مباشرة اللي هو الأدرينالين؟ فائدته يجعل عضلات القلب تنقبض بشكل سريع. قلب يدق يدق من الخوف، يدق بسرعة. لماذا؟ علشان يضخ الدم المحمل بالغذاء اللي هو سكر الجلوكوز والأكسجين للعضلات، لأن العضلات هنا تحتاج إلى طاقة كبيرة قاعدة تتحرك بشكل سريع،
تحتاج إلى طاقة كبيرة، إذا لازم الدم يعطيها بشكل سريع. علشان الدم يصل إليها بشكل سريع لازم يحدث انقباض في القلب بشكل سريع. من اللي يخلي القلب ينقبض بشكل سريع؟ هرمون الأدرينالين الذي تفرزه غدة موجودة فوق الكلية نسميها الغدة الكظرية. إذا الغدة الكظرية تقع فوق الكلى، الغدة الكظرية من الغدد الصماء، الغدد الصماء اللي هي زي الغدة الكظرية اللي فوق الكلية تفرز هرمون في الدم مباشرة. الهرمون هذا يجعل عضلة القلب عند الأرنب تنقبض بشكل سريع، يعني تخلي في حالة خوف يرتعش. القلب إذا انقبض بشكل سريع يبدأ يضخ الدم بكميات كبيرة للعضلات علشان يعطيها الطاقة التي تحتاج إليها في عملية الهرب. خلينا نتأكد إن شاء الله أنكم فاهمين هذه النقطة. ماذا يمكن أن يحدث إذا استغرقت الأوامر المرسلة من الدماغ إلى رجل الأرنب مدة دقيقة؟ يعني الأرنب رأى الثعلب، الأوامر هذه راحت من الدماغ أو من العين وصلت إلى الدماغ ومن الدماغ راحت إلى العضلات، بس علشان تصل من الدماغ إلى العضلات تحتاج دقيقة. مش تتوقع يصير للأرنب لو أن فعلا الكلام هذا يحدث، أن الأوامر التي تصل إلى عضلات الأرنب تحتاج إلى دقيقة. ها أكيد بيتورط دقيقة، يعني بعدين ينتظر دقيقة يمكن الثعلب يكون قد اقترب منه بشكل كبير أو يمكن قد وصل إليه. هل فعلا الدماغ يقوم بهذه المهمة؟ لا، الدماغ أول ما يرسل أوامر تصل في أقل جزء من الثانية، في جزء من الثانية على طول تصل للعضلات، ما ياخذ وقت، في جزء من الثانية، تخيل جدا سريعة. علشان يمد الأرنب يهرب ويتحرك وينقذ نفسه من الخطر الذي ربما لو كانت تلك الإشارات والأوامر بطيئة لتعرض للخطر. إذن لو كانت الأوامر المرسلة من الدماغ استغرقت دقيقة فإن ذلك قد يعرض حياته للخطر. لكن سبحان الله الأوامر هذه اللي تأتي من الدماغ وتنتقل عبر الأعصاب سريعة جدا 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 زي ما ذكرت في جزء من الثانية. الآن بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة تقريبا درسنا 6 أجزاء أو أجهزة في جسم الإنسان، كل هذه الأجهزة مهمة لأنها تتكامل فيما بينها بحيث أن الإنسان يعيش بوضع طبيعي. يعني خلينا نأخذ مثال، لو كان الإنسان ما عنده رئتين يعني ما عنده جهاز تنفسي، هل يستطيع جسمك أن يعمل؟ طبعا تقول لا، لأن الرئتين أو التنفس مهم للكائنات الحية عشان يعطيها أكسجين وبالتالي تحصل الخلايا على الطاقة. إذن كل جهاز من أجهزة جسمي يكمل الجهاز الآخر علشان في الأخير جسمي وجسمك يبقى بشكل طبيعي أو يستطيع أن يعيش حياته بشكل طبيعي. فمثلا الجهاز هذا ما هو؟ جهاز مين؟ هذا الجهاز العضلي والهيكلي، يعني العضلات والعظام، وعرفنا دور العظام والعضلات في الحركة. الجهاز هذا عبارة عن ماذا؟ الجهاز الهضمي، عرفنا دور الجهاز الهضمي، يقوم بهضم الطعام علشان يحول الغذاء إلى سكر بسيط اسمه سكر الجلوكوز. الجهاز هذا ما هو؟ جهاز التنفس اللي فيه الرئتين، الرئتين قلنا تأخذ الأكسجين علشان تحصل الخلايا على الطاقة الموجودة في الغذاء. طيب الأكسجين والغذاء موجودين الآن في الجسم، من الذي يحركه أو يخليه يتحرك أو يدور في الجسم؟ جهاز الدوران اللي يحتوي على الدم. طيب من الذي يحمي جسمك من الأخطار المحدقة به أو ينبهك للأخطار المحدقة؟ جهاز اسمه الجهاز العصبي. من الذي يجعلك تستطيع الحركة بشكل سلس ومنتظم ويحمي بعض الأجزاء المهمة في جسمك أو الرطبة أو اللينة؟ إنه جهاز الهيكل العظمي. فلاحظ كل واحد له دور ويكمل دور الآخر.
كل هذه الأجهزة الستة الموجودة في جسمك تتكامل فيما بينها علشان تستطيع أن تعيش بيسر وسرور. هناك أمور مهمة عادة إحنا نعملها لكن يجب أن نتنبه إليها، وهي لكي نعيش إن شاء الله بعد عمر طويل في صحة وأجسامنا قوية، يجب أن نمارس التمارين الرياضية. كيف أحافظ على صحتي؟ عشان تحافظ على صحتك زي ما ذكرت لابد من ممارسة التمارين الرياضية المناسبة، وما تقعد شغال لي من الصباح إلى المغرب ومن المغرب مثلا للصباح، لا، يعني تمارس تمارين رياضية لكن مناسبة لنموك لسنك، هذا يساعدك على الاحتفاظ بلياقة عالية وصحة بدنية ممتازة. أيضا علشان تحافظ على صحتك لابد من الاهتمام بنظافة الجسم، سواء كان بالاستحمام أو بالبعد عن الأماكن التي فيها قذارة أو تنتشر فيها الأوبئة والأمراض. الاهتمام بنظافة الجسم يساعد أيضا في المحافظة على الصحة، وكذلك وهذا أهم نقطة علشان تحافظ على صحتك لابد من النوم، مو بالنوم 24 ساعة، لا، النوم بما يحتاجه جسم الإنسان والذي عادة يحتاج إلى تقريبا 8 ساعات. جسمك بحاجة إلى 8 ساعات. طيب ليش ننام أصلا؟ ليش ننام؟ ننام علشان أجهزتنا السابقة للجهاز العضلي والجهاز العظمي والجهاز الهضمي وجهاز الدوران والتنفس ترتاح قليلا، ترتاح أجهزة تعمل ترتاح، علشان ترتاح لابد أن تنام. لكن لو ما نمت ستصبح مجهد أو متعب أو مرهق، هذا سيضر أكيد بصحتك. لابد من النوم ساعات كافية علشان جسمك يستعيد نشاطه ويستطيع أن يؤدي مهامه بعد الاستيقاظ على أكمل وجه. تقريبا وصلنا إلى نهاية الدرس. استعرض الملخص حق الدرس هذا اللي هو ملخص الحركة والإحساس. يلا شوفوا معايا. يعمل الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي معا، الاثنين العظام يعني والعضلات، لتمكين الجسم من الحركة. أما الجهاز العصبي والجهاز الغدد الصماء فيعملان معا في حالة الإجهاد والطوارئ. وأخيرا علشان أحافظ على صحتي لابد من ممارسة بعض التمارين وتناول الأطعمة الصحية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. من كان لديه سؤال أو استفسار بإمكانه الرجوع إلى كتاب العلوم الصف السادس الفصل الدراسي الأول. حتى ألقاكم في درس قادم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.